السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. والله أنا عايزة أقول لك سؤالين. تفضلي. أنا كان زوجي طلقني أول مرة وقال أنا رجعت، وتاني مرة يعني بين دي وبين دي بتاع سنة ولا اتنين، وبعد كده راح رمي عليا طلاق ورحنا لإدارة الإفتاء، قال ده حريم. ماذا قال في المرة الأخيرة؟ هو قال طلاق قدامي هنا، كيف بس قال هناك طلاق؟ قال تحريم. لا عفوا، إذا لابد أن نسمع منه. الأولى أنت طب زعمت ما انا أن هقول لك اكمل لك. حاضر. بعد كده رمى عليا يمين تاني، يمينين اتنين، قال انت طالقه بالتلاته، طالقه بالتلاته وما تحليليش تاني. بعد كده سكت لما الجو رق شويه، وبعت له ابن الكبير وبعت له ناس اللي هو يتكلموا معاه، قال له بعد ما هدي خالص قال لا ده دي الطلقة الرابعة وما لهاش رجوع تاني، ما تحليليش تاني خلاص. ده اللي حصل منه. طيب خلاص، لماذا تحرصي أنت؟ هو الآن بدعواه يقول إنك لا تحلي له لأنك طلقت المرة الرابعة، ايوه والمرة الثالثة أنت منازعة فيها، لكن الرابعة قضت عليها. ايوه فعلى كلامك وتوصيفك أنت محرمة عليه. يعني كده محرمة عليه. نعم،